مجلس النواب العراقي من خلال جلسته التاريخيه الاستثنائيه في الانتصار لكرامه الوطن والمواطن واليوم تكاتفت ارادات المخلصين فانتجت قانونا يحمي اصوات الشعب ويحافظ على اختياره وقراره ورغبته في من يمثله بصدق وشفافيه وشرف ترسيخ وشرف وشرف ترسيخها لمبادئ الديمقراطيه ومفاهيمها بالرغم من محاوله من محاولات عرقله عقدها من قبل بعض المستفيدين لعده مرات وكانت كل جهودنا المبذوله ودفاعنا وتحشيدنا باتجاه عقد هذه الجلسه لكشف الحقائق امام الشعب وبيان الاستحقاقات الصحيحه واحترام صوت المواطن وفضح المزورين والمتلاعبين بالاراده المقدسه للشعب. لقد اثمرت جهودنا المستمره وتحشيدنا الحثيث على حضور السيدات والساده النواب رغم قرب انتهاء الدوره النيابيه وكون المجلس في عطله تشريعيه وكوننا نعيش ايام شهر رمضان المبارك في اجواء حاره وجافه وصعبه. إلا أن كل تلك المعوقات والصعوبات لم تستطع كسر إرادتنا وثني عزمنا عن المضي في مشروعنا بإصلاح العملية الانتخابية برمتها. إن الانتصار الكبير الذي تحقق هذا اليوم هو عنوان بارز لمرحلة مستقبلية هامة وقادمة. مرحلة البناء الحقيقي على أسس ديمقراطية متينة ومرحلة الانزواء المشين والحساب القانوني والجماهيري للمزورين ومن ساعدهم في أبل ألاعيبهم وجريمتهم ومن سهل لهم محاولات بيع وشراء إرادة المواطن. فألف مبروك نقولها من الأعماق لكل صوت وطني حر شريف. وألف مبروك للإرادة الحرة التي انتصرت لحق الشعب في تقرير مصيره واختيار ممثليه